هاني الفنان الأردني هاني ضبيط كلنا شفناه بالعرب ايدل وشفناه قبل في مزك مع بيبسي. هاني بلش حياته بالمعهد الوطني بالموسيقى، كان يغني معروف عنه بالحفلات اللي بتعملها المعهد الوطني سولو، بيغني أغاني لعمالقة الفن العربي، وكمان انشهر في إتقانه الشديد في العزف على الجيتار. هاني ضبيط أهلا وسهلا فيك في أهلا وسهلا فيكي، دنيا صباح يا الخير دنيا. طبعا عليكم وعلى كل المشاهدين معنا، شكرا لك. أهلين هاني، يعني أنت صغير بس ما شاء الله عليك، يعني حصلت على يعني أنك أنت تسلمي. يعني تاخذ المرتبة الأولى في جمال الصوت وأدائك على عزفك على الجيتار في مزك مع بيبسي ضمن 25,000 مشارك، فيعني هذا بحد ذاته إنجاز كبير إلك وللأردن. طبعا أنا يعني نشكر الله شرفت الأردن، يعني كانت مسابقة بال2009 عن الصوت وعن العزف وشاركت فيها ونشكر الله، يعني أخذت مركز أول وبعديها قدمت أول أغنية لإلي كانت عم بكتب لعيونك وبعدين هاي كان يعني كيف كانت هيك انك تفوز ضمن 25,000 واحد؟ مش سهلة، ما فكيف كانت بتخيلي ردة الفرحة، يعني يومها ما بنسى، يعني حتى يعني متذكر حالي أخوي عم بيحملوني أصحابي لا كان كثير كثير صراحة شعور حلو. هذا كان سنة 2009. صح. بعد هيك شو بلش دخلنا بلش تعمل أشياء لإلك خاصة فيك؟ كان عندي فرقتي الخاصة وغير الحفلات كنت عم بقدم أغاني وعم بشتغل على سينجلز لإلي وهيك. في عندك هلا أغنية جديدة حلوة كتير تسلمي. بلشت بطريقي جاي، وبعدين أنت بتتميز بشيء حلو كتير، ما بتحب الأغاني الحزينة، ما بتحب النكد، دائما كل أغانيك هيك حلوة فرايحية يعني بتنعنش. صراحة لأنه بالنسبة لي الموسيقى هي بدها تكون سبب سعادة وحب، يعني وزي ما تقولي يمكن أنا رسالتي إنه أحط الإيجابية للمستمع قد ما بقدر عشان خلص يحس الدنيا أحلى، لأنه أي إشي جواتنا ممكن يأثر فينا إذا مش منيح، يعني أو إذا ممكن نكد أو يذكرنا بأشياء، لا خلص نركض للإشي الأحلى، نركض للإشي الأفضل، صح نركض للحياة الأسعد إن شاء الله. طب سمعنا هيك شوية بطريقي جاي، أنت عاملها كمان فيديو كليب، هلا حنشوفها بس أنا حابة هيك أسمعها بصوتك لحالك. طبعا من عيوني. لما سمعت صوتك مدري شو صار بحالي، اندهتلك قلت اشتقتلك طريقي جاي شوفك قبالي، فتش بين تيابي فتش على أحلى تياب، هديتيني قميص رمادي لبسته من بعد غياب، أنا هلا بدي شوفك يلا نطي على باب البيت حلالي الصور اسم الله ويا الله شاري شو حبيت، أنا هلأ بدي شوفك يلا نطر عباب البيت حلياني الصور اسم الله يا الله شاري شو حبيت، عم بمشي شوي شوي خايف انت ما تكوني، برداني بجيال ايدي مليان بالشوق عيوني، بعد نفس الريحة تيابك وغمراتك أغرب أحساس، أحلى من الجنة عذابك وبخدودك طفل بينباس، الله أنا هلأ بدي شوفك يلا نطلع باب البيت حليالي عالصور اسم الله ويا الله شعري شو حبيت، أنا هلأ. حلو، خلينا نشوف الفيديو كليب وبعدين بدي أطلب منك تغني لي شيء خاص. طبعا لما سمعت صوتك مدري شو صار بحالي، اندهتلك قلت اشتقتلك طريقي جاي شوفك بالي، فتش بين تيابي فتش على أحلى تياب، هديتيني قميص رمادي لبستو
حسته من بعد الغياب. انا هلا بدي شوفك يلا ناطر عباب البيت حلياني عالصور اسمه يا الله شعرك شو حبيت. انا هلا بدي شوفك يلا ناطر عباب البيت حلياني عالصور اسمه يا الله شعرك شو حبيت. هاني زي ما هيك سمعت فيها آلة جديدة مستخدمها أنت آلة تركية الكلارينت. الكلارينت كيف ليش دخلتها فيها؟ صراحة إحساسها كثير حلو خصوصا لهيك أغنية يعني. الكلارينت آلة رائعة صراحة وكانت بتلبق وحتى فكرنا بآلات متعددة إنه هيك 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 لا بعدين استقرنا على الكلارينت إنه تكون هي السولو يعني تبع الأغنية. بهالايام هاي مع الظروف اللي حتى الفنانين بيعانوا منها انه صعب شويه تطلع بفيديو كليب بكلف كثير، فكيف قدرت انت تطلع يعني بهيك شيء؟ يعني زي ما شفتوا هو كان بجوده عاليه وتكلفه بسيطه. طبعا المخرج محمد اسكندر معروف بكريس بنوجه له تحيه، وطبعا بنوجه تحيه للكاتب عمرو مفرج للاغنيه والموزع احمد شمساني، والاغنيه طبعا كانت الحاني. كانت بالنسبه كان في عندنا فكره وستوري بورد مختلفه كامله لاغنيه قبل هاي وكنا بدنا نشتغلها صراحه، وبعدين ما صارش نصيب وتاجلت لهاي الاغنيه يعني، ونشكر الله يعني حاس انه توفقت فيها بشكل عام. بدي ارجع لبداياتك لما كنت في معهد وطن الموسيقى، انت انشهرت في انك بتغني سولو للكبار الفنانين الكبار وبصوتك هيك فيه طبقة حلوة كتير، سمعني هيك شيء هيك سولو من الأغاني القديمة الحلوة أو مش كتير قديمة في يعني. في أغنية قديمة لصابر الرباعي أنا بحبها. سمعكم إياها. سمعنا إياها. يهون الليل وسهر الليل وأحزاني يا لله، ومهما يطول عذاب نقول هم يزول يا لله. لو شفتك لو بست خدودك لو مرة يا لله، بحس بروحي طير وطاير بالعالي يا لله يا لله يا لله يا لله يا لله. حلو حلو. هاني هلا بدنا ندخل بمشاركتك في الأرب آيدل. أول شيء يعني حبيت أنت يعني أنت فنان أردني ومعروف، حبيت تدخل بالأرب آيدل عشان يعني تزيد الشهرة تزيد المعرفة. صراحة كنت حابب يعني حتى عائلتي إنه يعني بيحكوا لي انه لا اروح على الأرب آيدل وهيك، وانا صراحه كنت متحمس حابب يعني اروح يعني خلص فرصه، عرفت كيف؟ فرصه حلوه يعني قد ما كان كلياتنا صراحه بنشق طريقنا بالاردن، طبعا غير عمالقه الاردن يعني كلياتنا بنشق طريقنا، والفرص صراحه اللي ما باخذها بقول بعديها يا ريت، وانا ما راح احكي يا ريت صراحه. ما راح تقول يا ريت؟ لا رحت، وصراحه كانت تجربه كثير حلوه، وشهاده الفنان راغب علامه كانت بتجنن بالنسبه لي وفخر. كنت مع ناس محترفه يعني محترفه، واكون بين الثلاثه اللي طلعوا من الاردن من كل اللي قدموا صراحه هذا فخر لي كثير كبير انه اطلع وممكن انا امثل الاردن او اشرفها، وان شاء الله نكون كنا قد المهام يعني. الاردني الوحيد اللي موجود بالمسابقه بتلاقيه يعني مثلا بتحس حالك بتقول انا صديقي صديق. لا لا بتقول يعني انه مثلا انا بستاهل اكثر منه. لا 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 ما كل شيء نصيب طبعا، لا بجنن يوسف ويعني وكل الدعم له يعني، حتى يعني بحكي لناسي ومعارفي انه لا يوسف منيح ومنساعده يعني، عرفتي؟
طب قد هيك احنا بدنا نوصل معلومة انه الأردن فيها اكيد والأردن بتجنن يعني اكيد. يعني وصلت لمرحلة متقدمة، حسيت انك استفدت يعني تعلمت شيء بهالفترة اللي كنت بسيطة؟ صراحة تعلمت يعني، غير اني كنت مع الناس المحترفين يعني، كان في ناس كثير كبار بالعمر انتم ما شفتوهم يعني، و يعني يمكن النسبة اللي عم بتشوفوها صغار بالعمر، بس كان في ناس صراحة عمالقة يعني. ولما الواحد خلص بتغير هيك السنس تبعه بالغنى او حتى بالعزف، لما يشوف ناس مختلفة لها اذواق مختلفة بالغنى، لها خبرة معينة يعني. كل حدا بيكون من اللي كانوا طالعين فنان ببلده يعني، وعلى الأغلب كلهم هيك كانوا صراحة. لا كانت تجربة جدا حلوة، تعلمت منها صراحة. حلو، معنا تليفون من القدس، رائدة خلينا ناخده. هلو، صباح الورد والفل والياسمين، هيك ديالة وضيفك الكريم هاني. حبيبتي هلا رائدة، الله يسعدك. هي انك صوت الصورة يعني، صاحبة البريسيت كثير كثير رائعة انت. الله يخليك. بالنسبة لهاني الله يسعدك، كان المرحوم جلالة الملك حسين دائما يقول الانسان اغلى ما نملك. حقيقي انه هالايام هاي بتساعدك الاردنيه بيرفع الراس، من ما راح الاردنيه بيرفع الراس، حتى بالفضائيات بتلاقي معظم الاعلاميين من الاردن، معظم الرائعين بافكارهم وادائهم اردنيه. وهلا بين عندكم بشار الربضي ما شاء الله ورائد، المخرجين رائعين يعني، كل ما تعملوا برنامج بتلاقي احلى مني قبله. ما زلنا نتقدم وننجح. وبالنسبه لهاني يعني يوسف وهاني كلها بتتغير الاسماء، بس الكل بيرفع رايه الاردن وين ما كان. صح. ان شاء الله يوسف ياخذها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بهمتكم. ها يعطيكم الله يسعدك، بهمتنا وهمة الاعلام الاردني كمان، لانه الاعلام هو اللي بيرفع الفنانين الاردنيين. اكيد اكيد. شكرا لك، يعطيك العافيه ديالا. الله يعافيك وشكرا لاتصالك. سلام لاهل القدس. قلبتي لي موازيني يا هاني، شو قصتها؟ قلبتي لي موازيني هاي الاغنيه اللي كانت قبل طريق جاي، ونشكر الله لقت صدى يعني جدا جدا رائع. حبوها الناس ما بعرف ليه يعني، يمكن كلماتها بسيطة حلوة هيك، كلامها ولحنها جدا قريب للقلب يعني، وحاولت أوصله قد ما بقدر بإحساس، ونشكر الله يعني. اسمعها من عيوني. يا انت مالك حل، قلبتي لموازيني، انا حدك بدي ضل، بدي كفي نص ديني. من فضلك اسمعيني، من يوم شفتيني الله كتبك اسمي واسمك، اجيك وتجيني. ننسى الزمان اللي راح، بحبك هيدا صح، يلا لقيني انت المفتاح اللي بيغرق فيني. خدي عمري خدي عمري، خدي قلبي خدي قلبي، كلمة ما حكيو فيها دني، جمالك أكذب من كذبي. يا شفافي عشق الخدي، يا رموش تقطع حدي العين، حبيني وقوفي بدي. يا ربي ترضي يا ربي، دخلك عم بحكي عربي. بتلحن وبتغني وشو كمان؟ لا عندي شغلات لقدام ان شاء الله راح تسمعوها. كلامي ولحني وعلى الاغلب الحان يعني، وراح تسمعوا الحاني كمان باصوات فنانين اردنيين كمان. عم تعطي كمان الحانك لغير طبعاً. حلو حلو، شاب صغير هيك يعني ياخذ يعطي، معناته بكون عندك شيء كثير. طب لا في، نشكر الله يعني. حتى عم بشتغل مع كتاب شاطرين يعني، وفي شغل يعني رح ننافس، انا متاكد في منافسه للبنان ومصر يعني لقدام اكيد. هاني شو رصيدك الفني من الاغاني؟ في هلا تقريبا 5 ل6 اغاني، وعم بشتغل هلا على البوم، عم يعني بده شويه دعم صراحه، بس عم بشتغل عليه، وراح اشتغل على الاعلام اكثر هلا.
صراحة، لأنه الإعلام بالنسبة للفنان إشي ومسيرته الفنية إشي كتير هو كتير كل إشي، هو كل إشي صراحة. وما بنحكيش إنه هون بنفتقر شوي للإعلام، لا موجود، لكن الفنان هون بالأردن سبيشالي لازم هو يشق طريقه بحاله ويتعب على حاله، غير إنه يكون عنده الموهبة. وشو اسمه الفنان صراحة أكثر من كل إشي هو لازم يكون عبارة عن ذكاء، لازم يكون ذكي حتى بالتعامل، حتى بكيف يوصل للناس، هو to approach people لحاله يعني. في معنا كمان اتصال، خلينا ناخذه. رقية. ألو صباح الخير. أهلا يا رقية، صباح النور. كيفك ديالا؟ تمام وإنتي؟ الحمد لله. شو أخباركم؟ نشكر الله تمام. بدي أصبي على هاني. صباح الورد. صباح النور، كيفك؟ تمام نشكر الله. منور. وبعدين بالقرب كثير عن جد يعني حبيناك وزينا أنك طلعت. تسلمي تسلمي. الله يسلمك. أنا حابة أسمع منك إذا في مجال مقطع لفضل شاكر، أي شيء. من عيوني. تسلم الله يسلمك، لأنه صوتك يعني رايق، بس بدي أنا لفضل شاكر إذا في مجال. من عيوني. شكرا لكم. باي باي. باي باي رقية. سمع هالطلب على السريع عشان ما ننسى. ولا ولا ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول، ما أقول إنساك، ما أقول تنساني أنا على طول، معقول ما نعود حباب، نمرق مثل الأغراب، ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا، ويا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة حسبنا حساب، نبعد يا هوا يا هوا يا هوا، يا ما كنا نقول عشقنا على طول، لا لا مش معقول تقدر يا فرق تاري المكتوب هوا مكتوب، ولا نزعل يوم يا قلوب، معقول ما نعود حباب، نمرق مثل الأغراب، ولا نبقى سوا، ولا نبقى سوا، ويا ما قالوا الهوى غلاب، ولا مرة حسبنا حساب، نبعد يا هوا يا هوا يا هوا. يعني هيك صوت رايق حلو، يعني مع انه انت بتحب الاغاني الفرحه بس بالبالك كمان هذا عندك هلا. لا افهمك شغله، هلا بالنسبه لي الأغنية لازم تكون يعني كهاني، كهاني ضبيط لازم تكون أغنية كقصة كنوع مثلا من الاشتياق، ممكن الحب، أما ممكن الزعل اللي تركتني تركته، دمرني ودمرته وأنا غلطانة، يعني بسمعهم بغنيهم بس ما بخلي الإبداع تبعي يطلع فيهم، لأنه بيأثر مش انت اللي ما بتخلي، هو ما بيطلع. يعني بتأدي شخصيتي، بتأدي لكن ما بتبدع فيه. يعني ما مثلا بطلع كلاما او لحنا هيك. عرفتك؟ يمكن لحنا بس حتى كلاما او انا أأدي اغنية تطلع برصيدي يمكن بعيدة شوي، لانه حاب اوصل رسالة يعني بالنسبة لي مهمة. في معنا كمان اتصال نضال. هلو. الو صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه ديالا. اهلا يا نضال، ما شاء الله عليك منور على البرنامج. الله يخليك، بس اطلب منك نضال طلب طلب يعني يعني جياتك لبرا بس نضال وطينا التلفزيون شوي، هاي بده وطي اخته كمان. بطل وطي بطل تبوه مو عنده. بدي اقول له هاني جيات اكثر من رايحات. تسلم يا نضال، شكرا لك. وانا بدي احييك والله، نزلت ان انا بطلت بالبرنامج رغم انه في صار في شويه ظلم في البرنامج. ليه صار في شويه ظلم؟ يعني في اصوات كمان لازم تضل موجوده. ما هو هذا بيعتمد على تصويت الناس، واللي بيشترك بهيك برنامج بده يتوقع انه مش اللجنه هي صاحبه القرار، الناس صاحب القرار. صح. فهي المشكله. وبدنا الدعم ليوسف عرفات، حلقه يوم الجمعه اللي سمع صوت يوسف عرفات يوم الجمعه يعني إشي مش طبيعي. لا طبعا
لا ان شاء الله. احنا مع يوسف، تاكد تمام، احنا مع يوسف وكلياتنا مع يوسف، لانه غير انه يوسف شاب منيح وصوته بجنن، احنا مع الاردن. صح. وبدي اطلب من هاني اغنيه لفيروز بصوته. من هاني. من عيوني، ولا يهمك يا نضال. يسعدك. شكرا. هلا هلا يا نضال. قبل فيروز، في عندك انت في رصيدك كمان اغاني وطنيه يعني لا باس طبعاً بها، وفي شيء جديد عم تحضر له؟ سمعت انا اجتني وصلتني اشاعه في شيء جديد على الطريق. هلا طبعا الاغنيه الوطنيه واجب على كل فنان اردني، هذه معروفه ولازم تكون صراحه. في اغنيتين، واحده قدمتها بمهرجان الاغنيه الوطنيه الثامن كان بال 2010 اسمها يا بلد الخير، وفي اغنيه لذكرى وفاه الملك حسين الله يرحمه كانت اسمها في اسامي. وهلا لقدام عم بشتغل اغنيه باللغه الفصحى، كلمات الكاتب عمرو مفرج والحاني، رح تكون هي يمكن من اول الاغاني الكلاسيكيه الاردنيه. وغير هيك في اغنيه على ستايلي بلغتنا العاميه اسمها يا راجع على عمان، يا راجع على عمان كلماتي والحاني. هاي جديده جديده، هاي جديده وعم بشتغل عليها صراحه. طب نقدر نسمع منها شيء هيك حصري على عبر رؤيا؟ عيوني لرؤيا انا. يخليك. هي الاغنيه هاي بتوصف غربه تنين برا عمان، برا الاردن، وبحكي لصاحبه بس روح على عمان سوي هيك. يعني هلا رح تفتح لنا مناحه انت عبر التلفزيون اللي قاعد برا وعم بيحضرنا وبدي ارجع لعمان. لا بس يعني ان شاء الله تعجبكم. على جبال عمان اذكرني واسألها إذا بتتذكرني، وانساني هناك لحظات الماضي بتسرقني من حالي وعم تتركني لحياتي أشتاق. يا راجع على عمان خدني معك، مشتاق والله مشتاق، مشتاق أرجع من زمان، زعلان الخاطر والله على الفراق. سلم لي على خلاني وناسي، يا بقلهم إني والله مش ناسي. سلم لي على خلاني وناسي، يا بقلهم إني والله مش ناسي. بس قلبي على فراق قاسي، وصلهم كل الأشواق، وإنساني هناك وإنساني هناك وإنساني هناك. على جبال عمان اذكرني واسأل إذا بتتذكرني، وإنساني هناك يا راجع على عمان. حلوة حلوة كتير. تسلم. حلوة. انت رح تنزل هاي؟ لقدام ان شاء الله. لقدام شوي. هاني بس بدي اقولك في تواصل معنا عبر الفيسبوك، في ضياء فخوري وهبة السعودي ونهيل وغيث وديما، مين كمان؟ احمد. نوجه لهم تحية طبعا. وسناء كمان عنبتاوي، هبة بتقولك انا من باب العمود من القدس، ويعني عن جد في تواصل كثير حلو. الأوتس. انت قدسي؟ لا انا للداوي. للداوي. في ناس يمكن ما بيعرفوا انك انت بتغني انجليزي. هلا اولا بس مش ليش مش شاهر حالك كمان بالانجليزي؟ لما بلشت بلشت كمان مع انجليزي، يعني لانه كان حتى لما بلشت كان بحب الالترناتيف روك، كان وهيك كانت وضعي. بس دخلت على المعهد الوطني للموسيقى وزي ما تقولي انقلبت الدنيا وصار الشرقي بالنسبه لي حب. وما بيعني اني تركت الغربي، لا برضه حتى بحفلاتي مرات ممكن اغني اغاني طبعا. بتحب بس يعني الشرقي دائما هو مستهوي؟ طبعا اكيد، يعني عشان الواحد كمان اذا بده ينتشر اكثر في الوطن العربي وفي بلده لازم يغني شرقي. طبعا لا انا الشرقي هو الاساس طبعا، بس on the side يعني بيكون الانجليزي.
يعني قد ايه بدنا وقت لنشوف السي دي تبع هاني ضبيط بالسوق؟ كم من شهر ان شاء الله. كم من شهر؟ كم من شهر بده داعي يعني، بعرف انه مش سهل الواحد يطلع سي دي، وعم يعني عم نشوف، حتى عم بشوف كلام ولحن وبشوف توزيع، يعني اخير ان شاء الله. شو اسمك؟ من وين بتجيب اسماء الاغاني؟ شو اسمك؟ اسمها شو اسمك؟ شو اسمك؟ هاي يعني زي غزل مع بنت، انه بحكي لها شو اسمك، يعني من اول مره شفتك اخذني جمالك، هيدا لسه ما عرفتك سئت بدلالك. حلو. كلمات صديقي نضال المصري طبعا، والحاني وتوزيع محمد بوشناق، بنوجه لهم تحيه. يعني اللي بشوف بسمع اغاني كلها هيك من حياتنا، بسيطه حلوه الغنى. كلماتها يعني بدي الاشي القريب من القلب، وخصوصا يكون قصه، بدي يلتفت المستمع، عرفت كيف؟ يعني كلاما كثير بهمني الكلام صراحه، لانه راح اغني وراح يتسجل علي، والكلام الكلام واللحن طبعا هم يعني بيعلقوا عند الواحد، واذا علقت معاه بصير برددها دائما، وبتخدمني وبتخدم طبعا الكل. هاي نبيج ضبيط، شكرا كثير، بتمنى نشوفك مره ثانيه هون مع السي دي الجديد ان شاء الله يا رب. بتمنى لك كل التوفيق. تسلم، شكرا لكم ولهالاستضافه الحلوه، وشكرا لرؤيا ولكل اللي عم يشاهدونا، وشكرا لكل الدعم طبعا. شكرا لك. مكملين معكم، رح نطلع نتفرج على رمرم، برنامج تعودنا نشوفه كل يوم احد الساعه 9. اليوم حنشوف برمرم خالده خريسات. خالده بتشتغل بالخزف، فعرمرم حبوا يبرزوا هاي الموهبه عند خالده، بنشوفه مع بعض.